يفوز على بيراميدز بنتيجه 2-1. النادي الاهلي بيفوز بلقب كاس مصر وبيعزز بقى رقمه كاكثر الانديه المتوجه بلقب كاس مصر للمره ال 38 في تاريخه. طبعا كل الاهلاويه وفي حاله من الفرحه الكبيره جدا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. ومعي بقى في هذه اللحظات بعض اعضاء النادي الاهلي. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز النهارده، وعايزين نعرف بقى ايه رايك في اداء الفريق في المباراه النهارده. بسم الله الحمد لله، الاهلي لعب ماتش كويس جدا والبركه في اللعيبه كلهم قدوا ماتش، والحمد لله ان احنا كسبنا بيراميدز وعقبال ما نوصل لنهائي افريقيا. واحب اقول لكل المتشككين في اداره الاهلي، اداره الاهلي على اكمل وجه، والف سلامه للكابتن الخطيب ويرجع لنا بالسلامه، وربنا يسهل على الاهلي في كل بطوله ان شاء الله خدها. والبطوله دي ال 38 مفيش حد هيلحقنا خالص، والاهلي فوق الجميع، والاهلي بطل القرن. محدش يقدر يقول ان مفيش في مصر الا الاهلي. الأهلي بطل القرن، الأهلي بطل القرن، الأهلي بطل القرن. يعني شفنا النهارده مباراة ماراثونية، عايزين نعرف شايف مين هو رجل المباراة النهارده. الأداء المتوقع من نادي القرن، أحسن نادي في أفريقيا وأحسن نادي في مصر، ده الأداء المتوقع منهم والنتيجة متوقعة. تدي مين رجل المباراة النهارده؟ الشحات طبعًا. الشحات هو رجل المباراة النهارده وأداء رجولي للأهلي، وألف ألف سلامة على كابتن محمود الخطيب. يعني شفنا النهارده اداء مميز جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، وبطوله جديده بقى بتضاف لبطولات النادي الاهلي. ايه الرساله تحب تقوليها للعيبه؟ انا بقول ايه اليوم الجميل ده، وايه اللاعب الجميل ده، وايه اليوم الحلو ده، على رغم ويوم حلو ولعيبه حلوه وجمهور حلو ونادي جميل، والحمد لله ان احنا فزنا وعقبال البطوله بتاعت افريقيا ان شاء الله، وكلنا فرحنا وكلنا كنا مشدودين، بس الحمد لله بعد الشده دي كلنا انبسطنا وفرحنا والحمد لله، والف الف مبروك للنادي الاهلي. يعني طبعا بنبارك لحضرتك، اكيد عايزين نعرف بقى ايه رايك في اداء الفريق النهارده. بصراحه اللعيبه ادت اداء رجولي، رجاله في الملعب، رجاله تعبت من ماتش ورا ماتش، يستحقوا بصراحه الفوز. يعني الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك للجماهير، الف مبروك لكابتن الخطيب، الف سلامه. يعني لعيبه كان ماتش قوي جدا، ويعني اشكر كل لعيب، العيال كلها بصراحه ادت اداء رجولي جدا، الف مبروك للنادي الاهلي. بشكرك جدا. يعني زي ما حضرتك شايف طبعا يا كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ولسه مستمرين معاكم بقى في تغطياتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو.